شرفتيني ونورتيني معاك ياسمين. النهارده بقى جاي كل المنتجات اللي انا اشتريتها من ايفا، وايه الحلو وايه الوحش، وكمان انا لقيت عندي حاجات كل ما تخلص اروح اشتريها تاني وانا مش حاسه. مين زي كده؟ مين لما بيروح يشتري حاجات من ايفا يشتري حاجات كده كتير قوي محتاجها وفجاه انا لقيت عندي حاجات؟ انا جبت الحاجات دي امتى؟ انا مش عارفه. وفي نفس الوقت الحاجات دي حلوه قوي قوي وفي حاجات مش حلوه خالص خالص. فانا النهارده جاي اقول لك عليها. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو، اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. فيسبوك وانستجرام وكمان سناب شات، عشان سناب شات حلو جدا جدا وفي حاجات انا بروح اشتريها وبشتريها منين. اللينكات تحت في صندوق الوصف، اعملوا لي فولو على سناب شات على طول وهتلاقوا دلوقتي وانا بشتري الحاجات دي كلها. روحوا اتفرجوا هناك. ده الكريم 50 بلس، انا بستعمل كريم 50 بلس. ودي العلبه الثانيه عشان بس ايه اهو، دي العلبه الثانيه اشتريتها. اروع كريم ترطيب، انا بخلصه انا باكله. كريم 50 بلس عشان ده عليه جدل كبير قوي. انا بستعمل كمان ال 40 بلس وخلصته، قربت اخلصه وداخله على ال 50 بلس. من ساعه ما جربته انا وقفت ال 40، ما بستعملش ال 40 بلس خالص. وكمان بيبقى مكتوب عليه كمان من تحت هنا 40 بلس، بس انا وقعت الورقه عشان اوريها لكم. دايما يقول لك ايه، ما تستعمليش اكبر من سنك عشان هيبوظ جلدك ويكرمش جلدك. على فكره ابدا، اللي مسؤول على عجز هو الخلايا بتاعت جسمك. اللي مسؤول على عجز ده جوه جسمك انت، في خلايا كده مسؤوله وشك يعجز، وشك يترهل، الكولاجين ينقص من وشك فيحصل لك تهدل في البشره بسبب ان بشرتك مش مشدوده، بشرتك مش متماسكه، بشرتك مش مترطبه كويس، بشرتك مش محافظه عليها. ده عباره عن ترطيب ترطيب ترطيب. انتوا لو قريتوا الفيتامينات اللي موجوده هنا انا هقولها لكم من العلبه عشان تصدقوا. فيتامين ايه بقى؟ بص انا اللي عاجبني فيه ايه، فيتامين او ودي واي، وكمان بيقلل مظهر البقع الناتجه عن تقدم في السن. يعني لو انت عندك بقع في وشك، عندك مشاكل في بشرتك ومش قادره تجيبي سيرمز ومش قادره تجيبي اي حاجه، ممكن تستعملي الكريم ده. هيقلل البقع من بشرتك، هيحسن بشرتك، هيشد الجلد بتاع بشرتك. وعلى فكره بحطه تحت عيني عادي، بس الناس اللي عندها حساسيه ما ينفعش يحطوا عينيها لان ده فيه عطر، والعطر ممكن تخلي عينك حمره جدا وتدمع. لو انت مش قادره تعملي كده ما تعمليش، وهاتي كريم عين واستعملي باقي وش. ده ينفع بالذات لفصل الشتاء، يعني الشتاء ده خليه صديق الصدور. ترطيب، انا بصحى من النوم الاقي وشي مترطب ومشدود وبيلمع. النهارده استخسرت اغسل وشي، مبسوطه بالنضاره، مبسوطه باللمع، مبسوطه بالشكل. جربه ومش تندموا ابدا. ال 40 بلس، ال 40 بلس يا ريت تستعملوه من اول سن 20 سنه، ما تجيبيش بتاع ال 20 وما تجيبيش بتاع ال 30، خش على ال 40 على طول. ال 40 خطير في الترطيب، قريب جدا جدا من ال 50 بلس. بس انا مشكلتي في البامب، بصوا انا مشكلتي صعبه قوي في الموضوع ده. اجي اعمل كده ما بيطلعش، ما بيطلعش. افضل بقى اطلع كده من هنا كده واخد كده، ودي حركه بتضايقني جدا 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 وما حبيتهاش. عشان كده حبيت بتاع ال 50 بلس. ترطيب غير الفيتامينات اللي فيه، بس لو انت من سن 20 ابتدي استعملي ده، مش هتلاقي ولا خطوط في وشك، مش هتلاقي اي حاجه في وشك، وهتلاقي بشرتك مختلفه حقيقي. بشرتك بتبقى مختلفه كده ومنوره. بس جربي ده، اوحش كريم في العالم. محدش يجيب كريم العين بتاع ايفا من ده، ده وحش جدا، ما بيرطبش تحت العين، ما بيعملش حاجه تحت العين، ولا بيفتح تحت العين ولا اي حاجه. فنصيحه، ده اوحش كريم في الدنيا، محدش يجيبه من ايفا. شفتوا انا صريحه ازاي؟ تاني حاجه، الميك اب اللي انا حطاه على وشي هو ده، هو ده الغامق والفاتح، الفاتح تحت عيني والغامق على خدودي وعلى وشي وعلى رقبتي. اوكي اهو، ده 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 بيبي كريم بتاع ايفا، ده خطير 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 خطير. ترطيب وبيدي لون بيبي كريم، وكمان خفيف على البشره ومفيش اي كده تحس ان انت حاطه ماسك. لا مش حاطه ماسك، انا بقالي كتير قوي ما حطيتش ميك اب، فبحس ان انا لما احط كريم اساس او بحط مثلا كونسيلر بحس ان انا حاطه ماسك على وشي. انا مع ده ما حسيتش كده خالص، انا بقالي سنتين مع ده، سنتين بحبهم قوي قوي قوي. ده تاني حاجه بقى، الماسكارا بتاعه الشعر، انا دي مش قادره استغنى عنها، انا دي بحبها، دي غرام، دي عشق. من ساعه ما جربتها حقيقي خلتني ابطل الصبغه شهور. انا دايما بعد ما بصبغ شعري بعد اسبوعين الاقي الشعر الابيض طلع هنا وظهر، فما ينفعش اصبغ كل اسبوعين، دي حاجه تضر الشعر جدا، بتوقع الشعر جدا، وخلتني اريح شعري جدا، ودي خاليه من الامونيوم. وكمان اللون البني خفيف جدا جدا، انا بحب اللون البني. يعني بصي مفيش، يعني اكن مفيش لون، بس هي فيها لون، فيها لون حلو قوي وبتشجع جدا جدا الناس تبطل صبغه. فيعدي شهرين ثلاثه ابتدي اصبغ تاني بقى براحتي، خلاص انا زهقت كده بقالي 3 شهور مريحه شعري، لان الصبغه طبيعي لازم كل 3 شهور لو عايزه تصبغي شعرك لازم تريحي شعرك لمده 3 شهور. دي اروع حاجه، دي سعرها كام؟ 80 جنيه، ودلوقتي سعرها 70 جنيه على الموقع ده. مفيش اجمل من كده، حاجات بسيطه وقد ايه بتفرق. وعلى فكره خاليه من الامونيا، يعني خاليه من اي حاجه وحلوه جدا، واول ما تاخدي شاور بتروح من شعرك خالص. يعني كنت عايزه اشتري اساسا كريم للجسم، لقيت عندي ده جديد.
جديد اوكي، وده اساسا خالص انا نسيت اللي انا شاريه ده اصلا، انا نسيت خالص. فده احلى نوعين كريم من ايفا، احلى نوعين كريم. ده بقى اللي بالريحه ده خطير، ده بقى ريحه وسعر وترطيب، الثلاثه واو، الثلاثه واو. انا عمري ما شفت سعر بجد حلو كده والريحه ثابته كده، لاني كنت بحب الريحه دي قوي. غير الترطيب، انا بعشق الترطيب، انا بحب جسمي يبقى مترطب واحس ان هو كده. بحب المزلقه دي في الشتاء، الصيف ما بحبش المزلق، يعني بحب احط ايدي كده احس ان جلدي مترطب. هو ده مره واحده في اليوم انسي بقى جلدك ده يحصل له اي حاجه، والريحه خطيره. طبعا البودي سبلاش ده خلصان اهو، يعني شايفينه خلصان. جبت واحد جديد، جبت واحد جديد، انا مش مصدقه، بحبه قوي، انا بحب البودي سبلاش ده قوي. بصوا انا قعدت الف كتير على بودي سبلاش يعجبني غير كوكو، لان انا بجد بقى انا ملوله وبحب اغير طول الوقت، ولو ما لقيتش حاجه حلوه اروح على طول ايه من غير كلام الف الف كده خلاص بقى اجيب اللي انا بحبه لغايه ما الاقي شركه جديده او حاجه جديده، لان انا ملوله جدا وبزهق بسرعه، وبحب كده ريحتي تبقى مختلفه، ما بقاش ريحه ثابته وجوده. ما بحبش حد يعرفني بالريحه الثابته، يبقى ريحتك كده فواحه في البيت. ده كمان بحبه قوي قوي، ده بقى بالليل كده انا كمان برش على المخده قبل ما انام، ورش على سريري قبل ما انام، الريحه كده بتبقى صحيه كده مبسوطه ونايمه مبسوطه. وعلى فكره الريحه الحلوه بتحسن نفسيتك قوي، بتخليكي كده صحيه هاديه وصحية مبسوطة ونايمة مبسوطة. بجد جربوا الحاجات دي والله العظيم حلوة وثابتة جدا جدا جدا، وبطلوا تقولوا مش ثابتة، لان الناس عدوا كلام سلبي، الناس بتاخده من بعض كده وخلاص امين، ده خلاص ده احنا مصدقين، ما ينفعش. جربي بنفسك هتشوفي بنفسك الفرق. اي ريحة رخيصة غالية، ريحة جسمك بتعمل معاها زي بيقولوا ايه، بتعادل معاها، ممكن تخليها ريحه حلوه وممكن تخليها ريحه وحش. عشان كده دايما في انواع روائح كتير، وفي روائح مختلفه، وفي ناس تبقى تحب ريحه العود مثلا مع ريحه الجسم بتدي ريحه حلوه قوي، وفي ناس تحط ريحه الورد مع الورد مع ريحه جسمهم بتبقى ريحه مختلفه. كل انسان في الدنيا زي بصمه الايد كده عندنا ريحه، الريحه دي مع البرفان اللي انت بتستعمليه بتطلع ريحه ثالثه خالص. عادي جربي كل حاجه اعرفي، وريحه لما بترشيها بتتبسطي. لازم راي الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك مش عايشين معاكي، يعني المهم انت ما ترشي الحاجه انت مبسوطه انت فرحانه. طبعا اخر حاجه، اخر حاجه بتاع الشفايف دوت، سكروب الشفايف من ايفا بالتوت تقريبا، بالتوت اه. بصوا استعملت قد ايه وفضل قد ايه، بيقعد كتير قوي قوي قوي. بتاع المانيكير احسن بتاع مانيكير ممكن تستعمليه في الدنيا، وارخص بتاع مانيكير، وبيشيل المانيكير كده من اول مره قد ايه سهوله. انا ما اكتفيتش بالكريم الصغير، وكمان جبت الكريم الكبير، وكمان جبت كريم اكراتين. يعني شايفين الاحجام عامله ازاي، انا الكريم هيدي لي ربنا يستر، فشايفين الاحجام عامله ازاي، حلو قوي 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 قوي. انا بحب كريم اكراتين قوي، كمان ساعات بستعمل ده ساعات، عشان كده جايباه احتياطي، لانه لقيته في العرض فرخيص، لانه اساسا ب 125 جنيه انا جبته ب 80 جنيه فتحفه، فجايباه احتياطي لو ما لقيتش حاجه او الكريمات عندي خلصت. وبكده انا عرفتكم كل حاجه بستعملها من ايفا ومش عارفه اغيرها، وعلى طول بشتري الحاجات دي، وفي حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. طبعا هو بس انا قليل قوي لما بشتري حاجه وحشه، لان حاجه مش عاجباني ما بشتريهاش تاني وبطلت اشتريها. فانتوا قولوا لي ايه رايكم، انتوا بتشتروا برده نفس الحاجات دي ولا بتشتروا حاجات تانية، عرفوني تحت في الكومنت. كمان اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وقلبوا كده في القناه، واعملوا بقى لايك للفيديو. باي باي.